مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث اليوم الاربعاء 13 تشرين الثاني 2013. بيسرني اني رحب بضيفي باستوديو الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه دكتور بيير عزار. صباح الخير دكتور بيير. شكرا. اهلا وسهلا فيك، ضيف لاول مره باستوديوياتنا، شرفتنا. اهلا وسهلا فيك. بس الملفت اني امام اعلاميه كبيره، وهيدا شيء بميز وهيدي بشهادة كل الزملاء، مش انه كومبليمنت. لا عم بتحطنا قدام امتحان، يعني حس حالي. وخصوصا وكمان امام شاشة النيو تي في اللي هو اليوم تعبيره قناة الجديد، اللي هي دائما بتطرح اشكاليات، وقد ما بتطرح اشكاليات صارت هي الاشكالية. هيدا تعريف بنعتز فيه على كل حال، بنحب نكون اصبحت اشكالية، بنحب نكون اشكالية. على اي حال اهلا وسهلا فيك دكتور. طبعا اليوم مواعيدنا مواضيعنا متعدده، سواء كان بالشان الداخلي وسواء كان بالشان الاقليمي والدولي، اللي رح نولي بوجودك اهتمام اكثر نظرا لتعمقك اكثر في هذه المواضيع، علما انك حسب ما انا شايفه باسبارتو. اهلا وسهلا فيك، خلينا نقوم بجوله اخباريه سريعه مع زميلنا رائد هرموش، نعود بعدها ونبدا بالحوار. شكرا لك رائد، ورحب بكم من جديد مشاهدينا، وبجدد كمان الترحيب بضيفي دكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه. اهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور بيير. خلينا نبلش من طرابلس. طرابلس امبارحه، يعني طرابلس اصلا على فوهة بركان يعني، وعم تعصف فيها الرياح من كل الجوانب، ولكن امبارح صار عملية اغتيال موصوفة، جريمة موصوفة بكل المقاييس، مثل ما بيقولوا على عينك يا تاجر، اغتيل الشيخ سعد الدين الغية، وإلى مؤشرات كثيرة بالسياسة وبغير السياسة. المشكلة كانت بالسكوت عن هذا الاغتيال، وكأنه صار أنه إذا بيموت حدا مش ما بيعني لنا أو مش تابع لنا، فما له قيمة بالنسبة لنا، وما بيحرز أنه نحكي فيه. لا الدولة، يعني كل اللي صار وصار عملية انتشار أمني منشوفها عادة هيدي الهيصات بعد الاغتيالات، ولكن بس نجي على الفعل على الأرض ما منلاقي شيء. سمعنا الشيخ هشام منقرة شو قال امبارح، سمعت سيد حسن نصر الله شو قال امبارح، في مد يد من جديد لترويق الوضع في طرابلس، يلي يقال انه الشراره بدها تنتقل من طرابلس الى كل المناطق، وكلام مش اول مره بنسمعه. كيف بتشوف اللي حصل بالامس؟ باي خانه بتحطه دكتور؟ يعني ما فينا نفصل الحدث الاغتيال اللي صار امبارحه عن كل الاحداث اللي مش بس عم تضرب طرابلس، هي بالواقع ضارب لبنان برمته. لأنه أساساً مشروع التقسيم بلش بلبنان وطلع من لبنان ورجع على لبنان، وطرابلس كمواطنين ولاد طرابلس هن براؤون، سواء ولاد باب التباني أو ولاد جبل محسن، براؤون مما يحصل، سواء بالتفجيرات، سواء بعملية الاغتيال، وغيرها وغيرها من العمليات اللي ممكن تحصل في المستقبل القريب. لأنه بلبنان في جيش أجنبي مغلغل ودخل مع النازحين السوريين، أنا ما خص النازحين السوريين، لقد تلبس لباس النازحين السوريين، وهيدا الجيش الأجنبي جديا أجنبي، يعني هو من جنسيات مختلفة، وربما دخل بجنسيات مزورة سورية فلسطينية إلى الداخل اللبناني. وأنا بعتبر إنه شيء اللي عم نشوفه اليوم منه شيء بالمطلق أمام اللي ممكن يحصل بعد 3 سنوات لمن بيخلص عهد الرئيس باراك أوباما. إذا إجا رئيس من مدرسة الرئيس باراك أوباما، لأنه هو ما بقى له حق مجدداً يتم إعادة انتخابه، إذا إجا شخص من نفس المدرسة ما في إشكال، بضل ستاتيكو مضبوط بالشكل الحالي. أما إذا إجا شخص من المتشددين لتولي سدة المسؤولية الرئاسية في الواقع الأمريكي، مشروع التقسيم رح يرجع مجدداً إلى المنطقة، وسوف يعطى الأوامر للجيش الأجنبي بداية الموجود بلبنان ليبدأ بعمليات ذبح حقيقية بداية بالجيش وكل المواقع، وعم بحدد بنك أهداف
وعم يمشي ببيروت وبطرابلس وما طيب هيدا الكلام اللي تم التحذير منه مبارح بانه بدها تفلت الامور من عقالها وانه بدنا نشوف هيدي الناس الاعداد المسلحه اللي موجوده في الداخل نعم. اللبناني كيف وعلى اي قاعده وتحت اي اشاره وتحت اي امره بدها تتصرف يعني بالمرحله يعني هيدا من اخطر المواضيع تهيك ردا على سؤالك انا بناشد الاجهزه الامنيه الأربعة وعلى رأس شعبة المعلومات أنا ضد إلغاء شعبة المعلومات شباب قبضيات وعندهم قدرة يلقطوا اللي بدك إياه بغض النظر شو عم بيصير بلبنان كل واحد بحاول يسيس كل جهاز من مين لا أنا لا أقتنع بهذا الموضوع أنا مع بقاء شعبة المعلومات بكامل طاقاتها ولكن أطالب شعبة المعلومات بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمن العام مخابرات أمن الدولة وشعبة المعلومات وينسقوا اولا مع بعضهم بدون خجل مش كل واحد يعطي بونس للثاني البونس اللي بده يعطيهم اياه هو الوطن ولكن الاربعه عليهم ان ينسقوا ايضا بدون خجل مع اكبر جهاز تجسس بالشرق الاوسط اللي هو حزب الله اكبر جهاز تجسس في الشرق الاوسط هو حزب الله وعليهم الخمسه يتعاونوا بدون خجل لانه لبنان ما هي انا حزين بلبنان وهيدا اصلا كلام نقاش صار بين اندريا وجليله بالقرن السابع عشر قامت قلت له حزين الوطن اللي ما عنده ابطال قام قال لك لا حزين الوطن اللي بفتش دائما عن ابطال لبنان شو قليل الابطال اللي فيه طيب بس دكتور الفرضيه اللي عم تقترحها يلي هي مش فرضيه عندنا بالبلد صارت فرضيه نعم. انه الاجهزه نعم. لازم ينسقوا بين نعم. بعضهم بس في عدم امكانيه ما بدنا نحلم عم نحلم باحلام مش من طاقتنا انه ننفذها ليش لانه فعليا بدنا ولا ما بدنا عجبنا ولا ما عجبنا في جهاز ممول من جهة ومحسوب على جهة وفي جهاز آخر ممول من جهة ومحسوب على جهة وفي جهاز ثالث كمان بيشتغل على غير موجي كمان بهذا الإطار عملية جمعهم أنه يقعدوا ينسقوا بين بعضهم ما في إمكانية إلا ما تنحل القضية الأساسية من رأس الهرم بهيدي العملية وهلأ ما في إمكانية رأس الهرم مين بتؤذي هلأ ما في إمكانية يعني يصير عنا بلد كامل متكامل حر بكل مفهوم الحرية ونحن هلأ على أبواب الاستقلال ومستقل بكل مفهوم الاستقلال ما في كل شقفة منا وكل فريق منا رايح مرتبط حبل السرة تبعه بجهة خارجية سؤال كبير كتير وبيحمل عدة نقاط تفضل استاذة سمر بداية نحن لازم نعرف انه بلبنان السلطة اضعف من المجتمع نحن اللي من انتجنا السلطة السياسية كطوائف لان نحن كلنا جايين من اماكن بعيدة لما توترنا بهذا الحيز الجغرافي صار في اشكاليات بين بعضنا ولما قررنا نعمل النظام السياسي والسلطة ضمن النظام السياسي لما بتقولي كلمة الدولة تمام دايما دلنا نقول سلطة لان سلطة بتفزع تعمل بتأشر على معطيات القمع أنا أقصد الدولة بمعنى السلطة نحن الطوائف لمن أسسنا السلطة يعني الدولة مش بتعبير الأكاديمي شعب أرض ونظام النقطة الأساسية إمنا النيلة لهذه الدولة أنت فقط عندك صلاحية وحدة كنت بتقطر الخلافات بين بعضنا إذا أنا وياك صار في إشكال على قطعة أرض أمور مالية أما كل ما يتعلق في السياسة والأمن هو ملك الطوائف شئنا أم أبينا لبنان السلطة فيه ما بتفهم لغة المجتمع معلش خليني أنا مضطر شوي استطرد ولكن كلهم هن مرتبطين بسؤالي لمن فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان قال يا مقاومة لقد تخطيت الحدود خلينا دغري أنا دغري بفوت بصلب اللعبة تفضل. سماحة السيد بطبيعة الحال وهو الرجل الاستثنائي بكامل المقاييس شاء مين بده ومين ما بده سماحة السيد حسن نصر الله رجل استثنائي بكامل المقاييس النقطة الأساسية لما نرد عليه سماحة السيد بإنزعاج عم بيحاول يقول له طيب يا فخامة الرئيس وصلوا علي من عرسال قربوا على اللب وجايين يدبحوني طب أنا شو بعمل النقطة وين؟ لا فخامة الرئيس سيء ولا سماحة السيد سيء
كل ما في الأمر إنه المجتمع ما بيفهم لغة السلطة والسلطة ما بتفهم لغة المجتمع. وبالتالي نحن لما كان عندنا بنية الترويكا بالزمانات مش مزبوط إنها بدعة، هي بتعبر عن نسيج المجتمع اللبناني. مثل ما اليوم طاولة الحوار هي ضرورية مش لأنه تيتلاقوا، لأنه هي عم بتعبر عن بنية المجتمع اللبناني. وبالتالي نحن لما بنقدر نعرف إنه نحن الطوائف أقوى من الدولة، هيك أنت بتنطري صاحب الغبطة البطرك الراعي شو ممكن يحكي الأحد، بتنطري المفتي شو بده يحكي، بتنطري نائب رئيس مجلس إسلام الشيعي الأعلى أو شيخ المعقل الطائفة الدرزية. وبالتالي رجال الدين في لبنان شئنا أم أبينا، بغض النظر عن الطموحات العلمانية وبغض النظر واللي هي تعبر الطوائف، في بلد مثل لبنان اللي هن بهزوا البلد هن رجال الدين. يعني لمن بتشوفيهم مع بعضهم بيروق البلد، ولمن بطقوا بيروح البلد. وهيدي السلطة غريبة عنهم، يعني ضروري الناس يفهموا انه السلطة ما بتفهم لغة المجتمع. تهيك سمحت هلقني وين المشكلة الكبيرة؟ انه بقلب المجتمع عم بتلاقي صعوبات تتلاقي كواسم مشتركة. يعني لمن حزب الله بيقلك انا اريد ان أسلك مثلث الشعب المقاومة وبالنهاية الجيش، أما الفريق الآخر من الطوائف اللبنانية بتقول لا أنا أريد الدولة. طيب ما السؤال كمان شو يعني تعريفكم للدولة ما دام نحن كطوائف ما أسسنا دولة بمفهوم السلطة؟ حتى التعريف للدولة عند الزعماء في لبنان هني مختلفة، كل واحد عنده صح. دولته يلي يسعى. مش هيك عم قلك دكتور، يعني في مراحل سابقة ما كان في هذا الخلاف، كان المجتمع قريب من بعضه قبل ما هالقد تتملك فيه. بمراحل شو بتقصدي؟ بلحظة تأسيس لبنان؟ بالمراحل السابقة قبل ما مش بلحظة تأسيس لبنان، بالمراحل السابقة قبل ما هالقد تتجذر وتفوت السياسة وتعمل هالتقسيمات يلي قسمتها، كانت الناس عايشة مع بعضها، عايشة مع بعضها وما في عندها مشكلة، وفاهمين المجتمعات صحيح غير مندمجة ولكن فهم بعضها عمليا. اجت السياسه قصم مثل ما قصم. خلينا نقول اذا بتسمح لي دكتور قبل ما نستفيد بهذه النقطه، معي مباشره عبر الهاتف عضو كتله المستقبل النيابيه سعاده النائب دكتور احمد فتفت. صباح الخير دكتور. صباح النور لك ولضيفك الكريم. اهلا وسهلا فيك دكتور فتفت. دعني بدايه ابدا من الانتقاد الذي وجه اليكم في كتله المستقبل بان جاء بيانكم خالي من اي تعليق او اي شجب لاغتيال الشيخ سعد الدين الغيه امبارح، وهيدا شيء يعني مركوع عليكم. اولا طلع شيء كلام من تيار المستقبل بطرابلس انه نحن ضد اي اغتيال اذا كان الاغتيال سياسي، ولكن حتى هاللحظة ما حدا عارف إذا كان اغتيال سياسي أو شخصي. حتى صحيفة السفير اليوم بتقول الاحتمالين واردين، رغم أنها بتميز أكيد السياسي. فبالتالي هذا الموضوع موضوع قضائي لنشوف إذا شو خلفية هذا الاغتيال اللي صار، وإلا كل ما حدا قتل بالشارع مجبورة كتلة معينة تطلع بيان. لا، طلع بيان من تيار المستقبل، موقفنا واضح، نحن ضد الاغتيال السياسي، ضد استعمال السلاح أصلاً وليس فقط للاغتيال، لأي شيء آخر، ضد استعمال السلاح في العمل السياسي، فموقفنا منه بحاجة لتزكية إضافية. يعني طيب، يعني أنه البعض فسر أنه بالنسبة لكم هيدا الشيخ من جماعة الشيخ هاشم منارة القريبة من حزب الله، وأنتوا ضد هذا الاتجاه وما بيعنيكم الموضوع؟ يعني لا، لأنه وقت اللي صار التفجيرات بالضاحية موجهة لحزب الله، نحن كنا عم ندين بإدانة شديدة. أما بموضوع الاغتيال فنحن موقفنا مثل ما قلت لك، يعني ما حدا بده يجي يزيد عليه، لا بحياتنا استعملنا سلاح وبنرفض استعمال السلاح. فبالتالي هذا الكلام مردود إلى أصحابه، معروف غايته. ما مني شايف ليش أنا كل ما حدا سقط بجريمة معينة قد تكون سياسية وقد لا تكون سياسية، بينما الجرائم السياسية الأخرى منشوفها ما حدا بدينا، وقت اللي بيطلع رفعت عيد وبهين الأمن الداخلي وبهين مخابرات الجيش، مش بس بهينا بيخونا. نسمع منشوف حزب الله صامت ساكت، ما بيحكي ولا كلمة لأنه هيدا حليفه، فما حدا يجي زايد علينا بهالموضوع. نعم
على أي حال سأنتقل إلى موضوع آخر يلي هو موضوع زيارة فخامة الرئيس ميشيل سليمان إلى السعودية وكل اللغط اللي دار حوله بالشكل والمضمون، بداية مع الخرق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للبروتوكول كما قيل في هذه النقطة بالتحديد، ويلي يعني أيضا قرأنا بأنه ممكن أن تكون مقصودة من قبل المملكة العربية السعودية لأن هناك رسالة سياسية معينة يجب أن تصل. شو رأيك بها؟ يعني أولا ما في شيء اسمه خرق للبروتوكول، هذه معايير، هذه دعوة إجت من المملكة العربية السعودية وإجت دعوة أيضا للشيخ سعد الحريري، بس رئيس الجمهورية هو بيقرر مين بيكون بوفده، ولكن يعني واضح أنه فخامة الرئيس ما كان مزعوج. كل الصدى المنشور اليوم عن أوساط فخامة الرئيس أنه كان مرتاح للزيارة، فبالتالي فخامة الرئيس ما شايف هالموضوع أنه فيها الخرق وهالقصة الكبيرة عم نحكي فيها، وإنما بالتأكيد كان في إلى رسالة سياسية، رسالتها السياسية أنه المملكة العربية السعودية تهتم بلبنان، تهتم بالاعتدال ضد التطرف، تهتم بأنه لبنان يبقى ثابت، يبقى متماسك أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وعم تسعى لحتى تدفع بهذا الاتجاه مؤسسات الدولة اللبنانية، تساعد مؤسسات الدولة اللبنانية. نعم. هذه رسالة بالعام مش رسالة بالخاص. طيب ما في رسالة أبعد من هيك؟ ما بعتقد في رسالة أبعد من يعني هيك. مثلا يعني مثلا كمان من ضمن اللي نقل إنه هذا هو الرجل يلي ممكن إنه نعمل معه حكومة، هذا هو الرجل عن الرئيس يعني سعد الحريري. يعني مين قال هالكلام؟ ولا محل قال هالكلام بشكل، بالتأكيد الكل بيعرف شو علاقة دولة الرئيس سعد الحريري بالمملكة العربية السعودية، وإذا البعض انزعج من حضوره وحتى الانزعاج كان بشكل لارتكاب هفوات مثل الهفوة اللي ارتكبها امبارح الرئيس نجيب ميقاتي بكلامه عن الشخصانية في العلاقات السعودية. يعني أنا بعتقد عم نقرأ أمور بغير مكانها. المملكة مش مهتمة إلا بمصالح لبنان، وأنه لبنان يبقى مستقر على كل المستويات، وهي مستعدة تقدم الدعم، ولكن بالتأكيد هذا ضمن إطار الموقف العربي، ضمن إطار التزام لبنان بالنائب النفس الحقيقي، ضمن عدم زج لبنان بالحرب بسوريا مثل ما عم يعمل حزب الله بدون ما يستشير حدا. يعني هيدا الأخطر، يعني غريبة منعلق على حضور رئيس حكومة سابق ورئيس أكبر كتلة نيابية والوجه الأول بقوة 14 أدار على حضوره باجتماع، ومنشوف أنه ذهاب حزب الله للقتال بسوريا بدون أي قرار، بدون التشاور مع أي سلطة، مع أي دولة، مع أي مؤسسة، هذا شيء طبيعي ما حدا بيعلق عليه. طيب إلى أي مدى سيبقى موضوع ذهاب حزب الله للقتال في سوريا يعني محفز لكم لعرقلة تشكيل الحكومة؟ يعني امبارح باللقاء بين فخامة الرئيس والرئيس سعد الحريري يعني يقال أنه أجابوا، يعني عندما طرح فخامة الرئيس أنه لازم يكون في حكومة ولن ما بدنا يكون في حكومة وأنتم خارجها مثل ما قالوا للرئيس سعد الحريري، أجابوا الرئيس سعد الحريري بأن لا حكومة قبل خروج حزب الله من سوريا. لا ما هيك الجواب، مش لا حكومة، لا مش نحن ما نقول لا حكومة، اللي بيقول لا حكومة هن شخصين فقط، الرئيس المكلف وفخامة الرئيس، هدول عندهم حق يقولوا لا حكومة لأنه هدول عندهم مسؤوليات دستورية. نحن منقول إذا كان بدنا مشاركة فعلا وطنية يجب أن تكون المشاركة بكل شيء، يعني من ضمن المشاركة بالقرار، بيذهب حزب الله للقتال بسوريا وبده يجرنا أن نشاركه بالحكومة لحتى نغطي موبقاته وجرائمه اللي عم يرتكبها مع الأسد في سوريا ضد الشعب السوري. هيدا اللي عندنا المشكلة نحن بالنسبة لنا، بالنسبة لنا الشراكة الوطنية ليست شراكة بالأعداد والأرقام والحكومة، هي شراكة في القرار السياسي. نحن ما شايفين المشكلة بس بأنه حزب الله ينسحب أو لا ينسحب من سوريا، شايفين المشكلة أبعد من هيك، بأنه حزب الله أصبح يمثل الجناح العسكري المتقدم لإيران بشكل واضح وصريح وعلني ورسمي بعد كلام وزير الخارجية الإيراني. أنه فالمشكلة هل هذا القرار قرار وطني؟ هل هذا القرار قرار لبناني؟ أم هذا قرار عم ياخذ حزب لوحده وعم يجر لبنان باتجاه مصالح ما في مصلحة وطنية فيها؟ مشان هيك اقترحنا نحن أنه لا يكون لا كتلة المستقبل ولا حزب الله في الحكومة، وأن الحكومة تهتم بشؤون الناس، والموضوع اللي فيه خلاف وهو موضوع السلاح، موضوع مواقف حزب الله استراتيجية، بناخذها على طاولة الحوار، هيك بتنحل القصة. يعني حزب الله بعد هذه الزيارة شراكة بدون شراكة، حزب الله بده يفرض علينا نشاركه بالحكومة نغطيه بدون شراكة فعلية، حتى بالأسماء وحتى بالحقائب وحتى بأمور كثيرة.
طيب بس هيدا بده ياخذنا يعني عمليه الفراغ اللي حاصله وعمليه ستاتيكو اللي حاصل بالبلد. مش عم نفرض على حدا شيء. انتم بتقولوا حزب الله وهن بيقولوا انتم عم بتعرقلوا. كيف عم نعرقل؟ ما عم يقولوا ما سمعنا، ما سمعتي انت النائب يعني علي صياد عم يقول عنده اكثريه بالمجلس النواب؟ ليش ما بيعمل حكومه لكان؟ ليش ما بيروحوا يعملوا حكومتهم اذا عندهم اكثريه بمجلس النواب؟ طيب هلا حمليا عندنا رئيس مكلف وبعد ما اعتذر. منا مشكله بس اذا عندهم هن عندهم القدره انهم يسقطوا اي حكومه بيعرفوا هالشيء بالشارع وقت اللي بدهم. ليش بدهم 9-9-6 فقط لحتى يقولوا هن اجروا تعديل دستوري بعد اجتياح بيروت بسبعة ايار وفرضوا على الشعب اللبناني مغيرات دستوريه بناء على التزامهم الايراني بالمنطقه والتزامهم الاستراتيجي؟ هن مش مهتمين كثير بالارقام بقدر ما مهتمين بالسيطره اللي عم يعملوها، انه تفضل شاركني ولكن بدك تشاركني بدك تنصاع لامري، هذا اللي عم يطلبوا حزب الله، نحن عم نقول لحزب الله لا امضانا ما حتاخذوا منا تحت الشروط في طيب. في عنا بس دكتور قديش بقاء الوضع اللبنانيه نحن شايفين عم نقول 1000 حكومه بدون حزب الله وبدون تيار المستقبل واهتموا بشؤون الناس او اذا بدكم اذا عندكم امكان يروحوا 1000 حكومه حزب الله مثل الحكومه اللي الفتوها من 3 سنين واللي وصلت البلد على الخراب يعني. دكتور سؤال اخير، لاي مدى هيدي حاله الجمود وحاله ستاتيكو اللي صايره بالبلد ممكن انه تخدمكم على المدى الطويل؟ يعني بالنهايه هذه الحاله من الجمود بدها توصل الى محلات ما بعرف تحت اي مندرجات ممكن توصلنا الى انه هذا النظام القائم لم يعد يصلح فيها، توصلنا الى انه نحن بحاجه صرنا لطائف جديد فيها، توصلنا يمكن لمؤتمر تاسيسي مثل يعني ما سمحت السيد فيها، توصلنا ل ما بعرف. عم يدفع البلد بهذا الاتجاه، عم يحكي بالمثلث وعم يحكي بمؤتمر التاسيسي تدريجيا. طب عم بتساعدوه بهيدي الطريقه؟ لا بالعكس، نحن عم ندافع عن المصلحه الوطنيه، عم نقول لانه كل مره ما نقدم تنازل بيرجع بيرجع لورا خطوه بيقول اسا بدي. بالاول كان الطارح وليد باك وبوفد حزب الله ما يسمى بالمشاركه الثلاثيه 3/8، لما نحس انه ممكن 14 اذار تقبل فيها صعدوا، حتى لما انحكى انه ممكن اسا 14 اذار تناقش موضوع 9-9-6 بشكل او باخر بلش الكلام التكفيري والتخويني، كلام محمد رعد اللي بده يقطع روس ويقص ايادي، وكلام التهديد اللي سيد حسن نصر الله، والكلام الاستعلائي يلي فشل كل شيء. اللي عم يفشل كل شيء هو حزب الله وخطاب حزب الله السياسي اللي عم نسمعه كل يوم، وحتى وقت للبعض بيطلع شيخ نعيم قاسم بيحاول يرتي القصه، بيطلع امبارح من جديد محمد رعد لا حكومه ابدا الا مثل ما بدنا وبارادتنا. طيب الكلام اللي سمعناه، الكلام اللي سمعناه بمهرجان احقاق الحق بطرابلس من الشيخ سالم الرافعي وغيره، هذا كلام باي خانه يندرج؟ نعم. اولا هذا كلام مش كلام لا 14 اذار ولا تيار المستقبل، ولكن منيح اللي سالتيني السؤال. ما حدث في مهرجان طرابلس هو دليل انه بصراحه طفح الكيل، صار طفح الكيل بالطائفه السنيه، ووصل الوقت الى 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 محل كثير صعب، شوي شوي عم ينقضى على صوت الاعتدال، شوي شوي حزب الله وسياسه حزب الله عم تقضي على الاعتدال بلبنان، وكانه هي بدها تجر الناس نحو التطرف. فما حدث كان فوره غضب نتيجه ظلم كبير عم يلحق بمدينه طرابلس، ظلم كبير عندها رئيس حكومه وخمس وزراء، ما شافت الا 12 جوله قتال، ما شافت الا اهانات بيوجه لها اياها رفعت عيد وبيهدد الجيش وبيهدد قوى الامن الداخلي والامن العام وما حدا بيحكي شيء، غياب الدوله عن طرابلس هو المسؤول. هيدا نداء، انا هون عم بصراحه اعتبريني عم وجه نداء غبى جدا اللي عم يحاول يستثمر بالتطرف ضد الاعتدال، لانه بالنهايه حيوصل البلد الى المحرقه. مين عم يستثمر بالتطرف دكتور؟ صاروا سنين مين عم يستثمر بالتطرف؟ وغيره بيهاجموا تيار المستقبل وبيتهموه بموبقات ما له دخل فيها، وبيحجموا بصراحه دور الطائفه السنيه بالسلطه لدرجه مهزله قصه الحكومه، وحتى التعاطي مع الرئيس نجيب ميقاتي كان قمه المهزله، وصولا لوصفه بانه الزوج المخدوع وهو فعلا زوج مخدوع ولكن من قبل 8 اذار. وكل هذا فكركم ما بده يكون له ردة فعل على الأرض؟ هيدا ردة الفعل هي نتيجة حنق الناس، نتيجة الغضب، نتيجة الظلم اللي عم يلحق بالناس. هيدا إذا ما في إدراك له شوي شوي أصوات معتدلة مثل أصواتنا حتبطل تنسمع من حدا. على كل حال طرحت كثير نقاط دكتور، يعني بدها حلقات لحتى اللي نناقشها نحن وياك، إن شاء الله وقت اللي تقدر قريبا بنحب استضافتك باستوديو. أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة دكتور أحمد فتفت، شكرا جزيلا لك، يعني
الطائفة السنية مهدور حقها، والناس بتصرخ انه الطائفة السنية اخذة مسيطرة على ما فيهم صلاحية رئيس الجمهورية، يعني عبر مجلس الوزراء، عبر رئاسة مجلس الوزراء وما الى ذلك. عندك تعليق سريع على كلام دكتور فتفت قبل ما نعمل جولة الصحف؟ هي سعادة النائب معروف هو شخص ذكي جدا ويستطيع إدارة كل الملفات وفقا لبودكة معينة، ولكن أنا بتجرد وبموضوعية وبمنطلق متواضع بعلمي لأمور كثيرة، في إشياء لازم شوي تتصوب للرأي العام. أول شيء حزب الله بثماني أزار ما عمل هجوم على الطائفة السنية، كان في 600 شاب، خلي الكل يعرفوا، دخلوا إلى لبنان من دول إقليمية، وهودي هن جيش أجنبي رجعوا انتقلوا إلى سوريا. هي أول نقطة. بس 600؟ لا، بوقتها 600 شاب وتدربوا بدول إقليمية. هي أول نقطة. وخلينا نوضح بس نقطة بين الطائفة السنية ومن أتباع ومن هم من أتباع أبو عبد الله الحسين، أقصد حزب الله، بس بدي أقول لهم صورة. في دخل الحسن بن الحسين في أهل الشام فأهابه الناس، فوقف أحدهم قائلا: من هذا الذي أهابه الناس؟ هكذا هيبة. وقف شاعر اسمه الفرزدك، مع أنه هي مش لإله، نسبوه للفرزدك، قال له: هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجد أنبياء الله قد ختموا. معليش، لأنه هلأ هن بذكرى عاشوراء، لازم يعرفوا أنه الحسن والحسين هن ولاد فاطمة الزهراء، يعني بنت الرسول النبي محمد. وبالتالي حتى أبو عبد الله الحسين هو القائل: إن كان يسلم دين محمد بموتي فيا سيوف خزيني، معلي أنا ماروني كسرواني، معلي ولو عم نظر بالفقه الإسلامي، لأني أنا معروف عني بحب المسلمين كتير، السنة والشيعة، أنا أصدقائي كلهم من السنة والشيعة، لأنه الناس طيبين، الناس المسلمين ولا أطيب من هيك ناس. وبالتالي كل ما هو يلقب تنظيم القاعدة بأنه من المسلمين هذا عار عن الصحة. تنظيم القاعدة لا دخل لهم بالإسلام، هم يرتبطون بشركات خاصة، شركات خاصة بتحرك جهاز مخابرات فوق الدول. برضون بس كلمتين. فضل. جهاز مخابرات فوق الدول بحرك الشركات الخاصة اللي بتحرك تنظيم القاعدة، وراء الجهاز المخابرات الغير منظور من الدول، وراء مسلح الرأسمالية العالمية، المجمعات الصناعية العسكرية، ومنظومة من البدع، واللي بحرك هود الثلاثة منظومة تقريبا من 100 شخص، هم الذين يحكمون الكون. الكون عفوا الكون أنا الكون ممكن تلاقيه عم بسوق كميون سكلين، إنما هو الذي يحكم الكون. بدنا نحكي فيهم بالتفصيل هودي الأمور، ونعلق على كلام أحمد فتفت، دكتور أحمد فتفت، لما نحكي عن الاعتدال والتطرف، وأنه حزب الله عم يضرب الاعتدال. لا. عم يطلع التصل، لأنه هو بهذا المنطق عم يحكي المملكة. أكيد صحيح. رح نحكي بهذا التفصيل. خليني انتقل لزميل تيرونا حلبي ونقوم بجولة على جولة سريعة على مقتطفات اختارت لنا إياهم من صحف. صباح الخير رونا، كلنا كل يوم عم تطلعي معنا حدا جديد، عم نرحب فيك ونقول لك ويلكم معنا، وان شاء الله بتكون طلتك هيك تحمل معها شيء جديد، بركي بالصحف بلش نسمع اشياء جديده وحلوه مثلك. تفضلي رونا. شكرا سمر، صباح الخير لكل مشاهدينا. جولتنا اليوم راح تبدا من جديد بزياره رئيس الجمهوريه الى السعوديه. قالت الصحيفة: اعتبرت مصادر دبلوماسية أن من يعرف العقل السعودي يفهم أن تعمد الجانب السعودي حضور الحريري لقاء القمة بين عبد الله وسليمان هو رسالة إلى الجميع في الداخل والخارج بأن أي تسوية للملفات اللبنانية العالقة لا تتم إلا عبر سعد الحريري. الملك عبد الله كان مقلا في الكلام خلال الاجتماع مع سليمان الذي استحوذ على الجزء الأكبر من الحديث، فيما قدم الحريري مداخلة لمدة 10 دقائق تقريبا. وأضافت الصحيفة: سليمان لم يحصل من القيادة السعودية على إجابة واضحة وحاسمة في الشأن الحكومي. وقالت أيضا أن القاسم المشترك بين مواقف الملك عبد الله وولي العهد والأمراء هو التشدد غير المسبوق في مقاربة الملفات اللبنانية. من السفير إلى الجمهورية وأيضا الوضع الأمني في طرابلس، أكدت مصادر عسكرية للجمهورية أن الخطة الأمنية لطرابلس هي في حوزة قائد الجيش العماد جان قهوجي، وتنتظر القرار السياسي للبدء بتنفيذها، وعنوانها الرد على مصادر النيران من أي جهة أتت.
وأضافت الاستعدادات بوشرت لتعزيز القوى الأمنية في طرابلس بعدما تقرر مبدئيا أن تنتشر قوة من الأمن الداخلي قوامها 1000 عسكري في عمق باب التبانة والأحياء المجاورة في إطار توزيع القوى والأدوار والمهمات مع الجيش اللبناني وقوة الأمن العام. أيضا من صحيفة الجمهورية ولكن في متابعة لموضوع أو ملف هيئة العليا للإغاثة، قالت الجمهورية إحالة النيابة العامة التمييزية رئيس الهيئة إبراهيم بشير وزوجته إلى النيابة العامة المالية أتى نتيجة توافر معطيات كافية للاشتباه بارتكابهما جرم اختلاس أموال من صندوق الهيئة العليا للإغاثة، والتحقيقات أظهرت أيضا تورط زوجين لبنانيين آخرين في هذا الملف. ومن الجمهورية إلى صحيفة الأخبار، الأخبار عنونت في صفحتها الأولى اليوم موت صامد في مستشفى الأمريكية. الزميل محمد وهبي قال أو كتب: شهدت طبقة الفي آي بي في مستشفى الجامعة الأمريكية وفاة الكابتن الطيار ميشيل فيليب العائل ومها الحوري شقيقة سهى الحوري الزوجة السابقة للنائب مروان حميدي. وقال: هناك تزامن مريب في توقيت ومكان حالتي الوفاة، حالتان يطلق عليهما التوصيف الطبي الآتي: حالات باردة أي مستقرة، فضلا عن أن كلا المريضين كانا قد حصلا على تصريح طبي بالخروج في صباح اليوم الذي وافتهما المنية فيه. وأضاف الزميل وهبي: ما يشاع هو أنه لا خطأ طبي ولا خطأ تعقيم غرف العمليات، وأن نتائج التشريح لا تظهر وجود أسباب صحية أدت إلى الوفاة، لكن البعض أشار إلى أن أسباب الوفاة قد تكون تقصيرا يأتي في سياق التعبير عن عدم الرضا على الأوضاع الإدارية في المستشفى. وختم: لا يمكن استبعاد وجود نوايا جرمية وسط كثير من التساؤلات عن كون ما حصل امتدادا للنار تحت رمادي كلية الطب. ومن صحيفة الأخبار إلى النهار، من النهار اخترنا صورة اليوم لهذه الحاجة التي تحمل مؤونتها للتدفئة في الشتاء. الصورة التقطها الزميل سعيد معلاوي وكتب: مؤونة للتدفئة في فصل الشتاء، حاجة أولية ووسائل بدائية. من النهار إلى الجارديان والشأن السوري، كتبت الصحفية فرانشيسكا بوري التي كانت متواجدة في سوريا: في الحرب الدائرة في سوريا الآن أضحى المراسلون الصحفيون هدفاً للإسلاميين، لذا حرصت على ارتداء النقاب بديلاً عن الخوذة عندي والحجاب عوضاً عن السترة الواقية من الرصاص للنجاة بحياتي. وأضافت: المعارضة المسلحة لا تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بل تحارب بعضها بعضاً، وبالنسبة للعديد منهم فإن هدفهم ليس الإطاحة بالأسد ولكن تطبيق الشريعة الإسلامية. ومن الشأن السوري إلى الشأن المصري، هذا الخبر طبعا بعد أن جرى حديث كتير يعني امبارح عن موضوع مصر كونها بآخر الليحة أو الدولة الأسوأ عربيا فيما يخص المرأة. قالت الناشطة الحقوقية شاهندة مقلد في جريدة المصرية اليوم، وهي أيضا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير وكالة رويترز الذي اعتبر مصر أسوأ دولة عربية يمكن أن تعيش فيها المرأة الآن مزور وأهدافه سياسية، وطلبت المسؤولين عن التقرير بالإفصاح عن المصادر التي اعتمدوا عليها في تقريرها أو في تقريره. وأضافت أن المرأة المصرية موجودة على الساحة وتدافع عن حقوقها، وكانت في مقدمة الحركة الوطنية خلال ثورتي يناير ويونيو، مؤكدة أن التقرير يهدف إلى تشويه صورة مصر في الخارج. أما الخبر الأخير فمن صحيفة الحياة وتحديدا من الأردن، احتجبت صحيفة الرأي الأردنية الحكومية التي تعتبر الأوسع انتشارا بين مثيلاتها من الصحف الخاصة احتجاجا على ما اعتبره عامل الصحيفة تدخلا من رئيس الوزراء عبدالله نسور في سياساتها التحريرية والمالية، ما يعني أن المؤسسة التي انطلقت عام 71 توقفت عن الصدور للمرة الأولى منذ الأحكام العرفية التي شهدتها البلاد في ثمانيات القرن الماضي. بهذا الخبر تنتهي جولتنا على الصحف اليوم، نلتقى بكرة إن الله راد. فاصل صغير ونرجع لزميلتي سمر وضيفة.
مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، واتابع الحوار مع ضيفي دكتور بيير عزار. اهلا وسهلا فيك من جديد دكتور. شكرا. بيير، خلينا نبلش نحط نقاط على الحروف من مداخله الدكتور احمد فتفات. نعم. وصولا الى الملفات الاخرى اللي رح نحكي فيها. نعم. الحالة اللي صارت بالسعودية بغض النظر عن بروتوكول وغير البروتوكول، في رسالة سياسية واضحة. نعم. يمكن عنوانها الاعتدال، يمكن انبعثت إلى لبنان. هلا دكتور فتفت عم بيقول إنه لا، مش رسالة إنه والله بدنا سعد الحريري أنت أو لا أحد يعني، وإنما هي الاعتدال. أنت شو بتشوفها؟ يعني خلينا كمان نوضح هذه النقطة بين الاعتدال والتطرف، ومين خلقوا هذا التطرف؟ هل صحيح أنه حزب الله بهجومه على تيار المستقبل بالسياسة اللي اعتمدها مع تيار المستقبل هو الذي أدى إلى هذا التطرف يلي عم نشوفه؟ سعادة النائب قلت لك هو ذكي جدا، وهو من سكور تيار المستقبل. هو يعلم علم اليقين بأنه حزب الله مش بس غير مسبب للتطرف، هو يعلم بأن عدو اللدود لحزب الله هو الحرب الأهلية. خليني أوضح، يعني أنت لما بتقولي تطرف يعني حرب أهلية حكما، يعني هيدا المقصود بالكلام. أنك لما بتقولي أنا عم جيش الصراع السن الشيعي، حزب الله بالحرب الأهلية بدون مثل الأسير وقت بزتيع جسم الإنسان. اوعى تفكر حزب الله بيقدر يحتل المريسة أو تلة الخياط أو ضيعة بعرمون أو جرد العقورة أو إلى ما هنالك. بالنهاية هو ابن هذا البلد، مثل ما هو معه سلاح بصير ابن البلد الثاني يحمل سلاح. ما في حدا بفوت بحرب أهلية، وتحديدا حزب الله. برجع بكرر هذا التعبير وأنا بكره التكرار، بس في مسلمات مضطرين نكررها. حزب الله الحرب الأهلية بتذوبه، بيختفي من الوجود. تهيك سماحة السيد ضنين جدا بعدم حصول أي احتكاك، لأنه بيعرف هذا دمار لكل وضعيته بداية. نقطة تانية، قبل ما نفوت بموضوع كلمة الاعتدال، وأنا أوافق سعادة النائب، بس أكيد هو عم يطرحها من غير منزعج. أنا دائما على كافة المنابر أدافع عن جلالة الملك عبد الله، تحديدا جلالة الملك عبد الله. ليش حددت؟ لأنه بقلب المملكة في عدة مدارس اليوم، للأسف أنه صاحب الجلالة أصبح بعمر 90، شئنا أم أبينا. ونحن وقت نوصل للتسعين أكيد ما بقى فينا نقدر نحرك أو نضبط إيقاع الملفات. النقطة الأساسية، جلالة الملك عبد الله كان ولي العهد منذ عقد الثمانينيات، لمن أصاب الراحل الجلالة الملك فهد ب نوعا ما من النوع من الشلل او بطريقه ما يقدر بقى يحرق. فكان جلاله الملك عبد الله الحالي هو الحاكم الفعلي، ودوله الرئيس رفيق الحريري هو في نهايه الامر هو جلاله الملك فهد وجلاله الملك عبد الله. وانا دائما اترحم على دوله الرئيس رفيق الحريري الاب لليوم تيار المستقبل، يعذروني انا معروف عني بحب دوله الرئيس رفيق الحريري، وأنا من الأشخاص اللي زعلت عليهم بحياتي، غير أنه بي المرحوم طلال ناصر المرافق وكان صديقي اللي مات معه. يعني النقطة الأساسية، أنا بعرف مدرسة رفيق الحريري، تيار المستقبل اليوم ليس مدرسة رفيق الحريري. شو هو؟ خليني أوضح لك بالإذن منك كلمتين. تفضل. تتقولي وينو دولة الرئيس رفيق الحريري، بدك تشوفي وينو الوزير بهيج طبارة، بدك تشوف الأستاذ مصطفى ناصر اللي حضرتك عملت معه مقابلة على أثر قضية الصحافة الكبير أو المؤرخ الكبير محمد حسنان هيكل، اللي أنا بحترمه وبتسأليه بثماني أيار من فات. الوحيد اللي بيعرف هو المؤرخ محمد حسنان هيكل، خليه خبرك ب 2008 شو صار ببيروت تعمل هجوم حزب الله. ليه عم بترحم على دولة الرئيس رفيق الحريري؟ هي الناس لازم يتذكروا تفاهم نيسان. بتفاهم نيسان مين عملوا؟ دولة الرئيس رفيق الحريري. شو يعني تفاهم نيسان بال 96 على أثر مجزرة كانا؟ يعني إعطاء شرعية ومشروعية للمقاومة الشيعية، هيدي بداية. تهيك سماحة السيد، وأنا عم بوجه الرسالة هلا لأبناء الطائفة الشيعية بداية، لمن قال بحرب تموز، لو كنت أعلم، الناس فكروا إنه معقولة هالقد سماحة السيد ما انه عارف انه اسرائيل اكبر ترسانه عسكريه عندها 1000 طياره F-16 ومش عارف. لا، هو شو كان عم بقول؟
كان عم بقول لو كنت أعلم بأنه معايير تفاهم نسان لم تعد قائمة، واللي هي المدنيين ضد المدنيين. يعني إذا بترجعي على الأرشيف وقت عمل جولة مكوكية دولة الرئيس الحريري ببريطانيا وطلع وقتها بمؤتمر وقال أنه المدنيين بتحيدون، لمن هو لمن عمل خطف الجنديين أو صارت العملية هي تم قتل أكثر من قصة الجنديين. هو كان معتقد سماحة السيد أنه معايير تفاهم نسان ما تزال قائمة. ليه؟ يعني النقطة اللي صارت هو ليه طار تفاهم نسان؟ لأنه بلحظتها كان في تقاطع ما بين المسيحية الصهيونية والصهيونية اليهودية، ومن حظ الرئيس السوري اليوم أنه الصهيونية اليهودية والمسيحية الصهيونية على تباعد، وهيدي هلأ منشرحها إذا معنا وقت، لأنه هيدي بعد كتير أساسي وهيدا محور كل المعارك العسكرية عم بتصير من تونس إلى سوريا. النقطة الثانية، الناس لازم يتذكروا لمن تم الإفراج على الأسرة الشيخ عبد الكريم عبيد، مصطفى الديراني، مين اللي استقبلهم على أرض المطار؟ ما دولة الرئيس رفيق الحريري اللي من إجوا بالطائرة الألمانية. طيب لك يا عمي لازم الكل يعرف، ما علي أستاذ مصطفى ناصر الوحيد اللي بيعرف هالأسرار. سماحة السيد هدية دولة الرئيس رفيق الحريري قبل أسبوعين يمكن أو أكثر، واللي هو كان عنده مشكلة، بعتذر على الإعلام، عنده مشكلة كان بالمشي سماحة السيد، هديو حذاء طبي من ألمانيا دولة الرئيس رفيق الحريري. أكثر إنسان خسر بمقتل دولة الرئيس رفيق الحريري هو سماحة السيد وبيت الأسد تحديدا. تهيك أنا منذ اللحظة الأولى وقلت بقلب قصر قرايتن بلحظة العزة، قلت ما في إمبل بين تحت النفق من الأش أس بي سي والسان جورج، هي عملية انتحارية. وأصلا الإعلامي زاهي وهبي على الفيوتشر بآخر 2005 بيستضيف سماحة السيد، بيقول له يا سماحة السيد شو صارت معلوماتك على عملية الاغتيال؟ قال له يا زاهي، مع احترامي للقبه بعتذر الزاهي، النقطة الأساسية قال له معلومات الحزب لليوم في اثنين انتحارية بالموكب. قال له لمين بينتميوا؟ قال له جاي خبرك أسرار. قال له بس نحن بعد ما جزمنا، قال له استطرت سماحة السيد، قال له نحن بعد ما جزمنا انه في اثنين. وبالتالي انا بدي اقول شغله، قال الحريري البيت بيعرفوا انه اعز صديق لدولة الرئيس رفيق الحريري كان سماحة السيد، ما بيقبل انه صديق عادي، اعز صديق. وبالتالي انا بعرف مقابلاته، ارشيف دولة الرئيس الحريري مع كل السفراء الاجانب والامريكان تحديدا. لكن الناس بينسوا انه على اثر قمه الفرنكوفونيه بال2002 كان سماحه السيد في طليقه كان وقتها فخامه الرئيس امين لحود، واللي الناس والتاريخ رح ينسب فخامه الرئيس امين لحود. اليوم في هجوم عليه لانه خطه مغاير، ليه رح ينصفوا؟ لانه عطم عليه. انا شوي مضطر استطرد، ولكن كلهم مترابطين، استطرد كثير اكيد، بس هول كلهم مترابطين ببعضهم. نقطة الأساسية لأنه كسب ثقة العلوي، انسحب بال2005 عم بحكي عن فخامة الرئيس لحود، وكسب ثقة الشيعي لمن انسحبت إسرائيل، برج الملوك والإليع ومرج عيون من ضرب فيهم ضربة كف، وأنا إلي أقارب بمرج عيون كانوا بجيش لحد، وقلت أنا كيف هذا الحزب اللي ما بدق بأهلي مش جيش لحد، كانوا رموز بجيش لحد، حزب الله أهلهم لليوم عايشين بمرج عيون من دقوا ضربة كف، واللي أنا بعتبرهم أهلي. وبالتالي خلي الكل يعرفوا من الطائفة السنية الكريمة انه دولة الرئيس الحريري مش هيدا المسار. لو كان طيب كل اللي عم بتشوفوه من الحراك مش بس ما كان اللي يحصل، ولك ثلاث ارباعهم اللي بطيار المستقبل ما كان يستقبلهم بقرايتم. دولة الرئيس رفيق الحريري ثلاث ارباع اللي عم يدعيوا بأنهم ينتمون إلى تيار المستقبل ما كان يستقبلهم بقرايتهم. إذا قلنا أنه تيار المستقبل، هذا تعقيما على كلامك، اليوم ليس هو تيار المستقبل رفيق الحريري مدرسة رفيق الحريري، شو هو؟ تيار المستقبل جناح سياسي داخل يعني برؤى معينة مثله مثل كل الأفريقاء، ولكن النقطة الأساسية عنده خياراته السياسية، عنده خياراته السياسية أنه في نهاية الأمر يحق له أن يكون في السلطة مثله مثل أي فريق، بس ولكن هذا ليس مدرسة رفيق الحريري، دولة الرئيس رفيق الحريري. لا يمكن أنه دولة الرئيس رفيق الحريري يكون طيب وحدا يقول أنا بدي أجي عن مطار دمشق،
تأكدي أنا أعلم دولة الرئيس الحريري مزبوط الرئيس السوري طلب منه التمديد لفخامة الرئيس إميل لحول، بس قصد إنه العميد رستم غزالي كسر له إيده ولك هيدي هرطقة، ليش العميد رستم غزالي كان يجرؤ يطلع بعيونه؟ وبالتالي خلينا شوي نحط النقاط، لأن هاو النقاط ولك هاو بيهدوا كل الشارع، يعني الطائفة السنية الكريمة في شيء مغالطات عم يتشربوها وهي مش صحيحة. طيب اليوم هذه الطائفة حاسة حالة مظلومة، حاسة حالة مهدورة حقوقها، حاسة حالة عم ينعمل انقلابات عليها، حاسة حالة أنه حزب الله عم يكلها راسها بالسلاح وبالسياسي، أو بتمشوا مثل ما بدنا أو منعرق الكل شيء أو ما فيكم تكملوا في هذا البلد، حاسة حالة لدرجة أنه قالت أنه قد ما هجمتوا علينا صار في تلقوا التطرف من مين بيقدر يسيطر على طائفة بهالحجم؟ هيدي مسحة، هيدي خبرية تسويق بروباغندا، مين بيقدر يقضي على الطائفة السنية من 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 طب من خلق حالة التطرف اللي موجودة هلا يلي عم نشوف بذورها بطرابلس ويلي على ما يبدو رح تكون بالمرحلة المقبلة، وحتى سماحة السيد حذر من هذا الموضوع مزبوط. بالمرحلة المقبلة رح تكون نقمة كبيرة على البلد. خلينا نرجع على ملف المملكة لأنه المملكة هي الأساس. مزبوط ما يتفضل في سعادة النائب إنه المملكة هي الاعتدال ومزبوط، لأنه أنا بدي أرجع ردك على أرشيف لما عملوا القمة الاستثنائية بال2005 وهي أهم قمة عملوها بمكة المكرمة، وقتها طرحوا وثيقة عشرية ضد نبذوا فيها برئاسة جلالة الملك، نبذوا فيها الإرهاب وطلبوا أهم ما طلبوه إعادة هيكلة للمجمع الفقهي الإسلامي تما يصدر أفكار لا ترتبط بالإسلام. قلت يا عم الإسلام هو قيم التسامح، هيدي ما في منا، نحن في نهاية الأمر الإسلام والمسيحية، قلت ما كليتنا بنؤمن بالإله الواحد، النقطة بل أكثر الإسلام عندهم سكر بالله، يعني هن بيقولوا لا إله إلا الله، ممنوع إلا الله، حتى النبي محمد الإسلام ما بيؤمنوا بالنبي محمد، هن بيؤمنوا بالكلمات اللي بيتفوه فيها واللي تفوه فيها الرسول النبي محمد على أساس بأنها موحاة من الله. تهيك الإسلام يرفضون تجسيد الله بأيكوني. تهيك أنت ما بتشوفي الله بشخص، ما بتشوفه عندهم مثلنا نحن. وبالتالي خلينا نكون واضحين، الإسلام هي قيم التسامح، وبالتالي مثل ما هني هيدي مدرسة المملكة العربية السعودية. ما وصلني على سؤالي الأساسي دكتور عزار، ما الذي أوصل الأمور إلى هون؟ هودي جهات السلفيين الأصوليين التكفيريين يلي سميهم ما شئت، هيدي حالة خلقت وجدت اندعمت تمولت عم تتوجه حالة عم بتم استخدامها في أماكن معينة، بس وين مكان هيدي؟ طبعا بأماكن معينة لإثارة القلق، وين منعتاز في عطول خلايا نائمة، وين منعتازهم من وعيهم من شغلهم، مين اللي أوجدها؟ هي مشروع التقسيم اللي وراه تقاطع ما بين المسيحية الصهيونية والصهيونية اليهودية، هن محركين جماعة تنظيم القاعدة ويسمى بتنظيم القاعدة، إلى جانب هودي الجماعات مشروع التقسيم اللي اسمه شرق أوسط جديد، مش شرق أوسط كبير، في التباس كبير بين اثنين، الكبير هو المشروع الأمريكي، الأمريكي الجديد، في شيء اسمه الجديد اللي أعلنت عنه كوندوليزا رايس بلبنان بال2006، هيدا لا دخل للولايات المتحدة فيه، يه ما هي وزارة خارجية أمريكا وهي ولكنها تنتمي إلى المسيحية الصهيونية. وأنا قلت لك بتواضع أنا عمل دكتوراه دولي عملها عن الولايات المتحدة وأول أطروح عن روسيا، وبالتالي أفهم كامل عمق التفكير الأمريكي الروسي إذا تنفسوا، هيك إذا تنفسوا أوباما بعرف شو بده. النقطة الأساسية بالموضوع، تقاطع المسيحية الصهيونية والصهيونية اليهودية خلقت بنية لتفجير بلدان المنطقة. بطبيعة الحال هلأ نحن شفناها بدءا من أحداث 11 سبتمبر أحداث 11 أيلول، ولكن الناس بتنسى أنه بالولايات المتحدة بال94-95 من القرن الماضي، يعني عقد التسعينيات بزمن الرئيس بيل كلينتون، فجروا التريد سنتر وأوكلاهوما سيتي وقاموا القيامة على العالم الإسلامي. وبالتالي بلحظة معينة بزمن كلينتون، هذا رد مباشر على سؤالك، بزمن كلينتون طرح مشروع القرن الأمريكي من جماعة المحافظين الجدد
وطلبوا منه اسقاط الرئيس صدام حسين قبل وقوع احداث 11 ايلول، وقالوا له انه هيدا بيشكل خطر على المصالح الامريكيه. رئيس كلينتون من مدرسه الرئيس اوباما لقطهم وقال لهم اوت، ومن ضمنهم بول وولفويتس ودانيال عملوا له مونيكا لوينسكي. برافو برافو. لما اجى اداره جورج بوش الابن قدروا المحافظين جدد اللي هن ولاده للمسيحيه الصهيونيه، والمسيحية الصهيونية هن البيروتانيون، والبيروتانيون هن العالم الأنجلو ساكسون اللي إجا من بريطانيا واللي أسس الولايات المتحدة. النقطة الأساسية يجب على الكل أن يعلم بأن المسيحية الصهيونية هي في نهاية الأمر تريد تدمير الصهيونية اليهودية الموجودة بإسرائيل. يعني خلي نحدد اللاعبين بهذا الملف كله ردا على سؤالك. اليهود لا يعني الصهيونية اليهودية، لأن اليهود يؤمنون أن الخلاص يأتي عندما يأتي المسيح، أما وهو الذي يختار الأرض. أما الصهيونية اليهودية تؤمن ببناء الدولة لكي يأتي المسيح. أما المسيحية الصهيونية الموجودة بقلب الولايات المتحدة هي عم بتحقق برأي معركة هرمجدون، اللي هي تيمنا بسهل مجيد اللي بيوقع اليوم ما بين عسقلان والقدس على البحر المتوسط. فهيك إذا بتشوفي حركة حماس لمن بتطلق صواريخ، القيادة الإسرائيلية ذكية بتصير تجيشها أمنيا وسياسيا ودينيا تتحرك اللوبي المسيحي الصهيوني. تهاكر وقتها كان رئيس الوزراء مناحيم بيغن بوقتها على أيام جيمي كارتر رونالد ريغن اللي وقتها عملوا الاجتياح 82، منو ذكي راح لعند المسيحية الصهيونية ام قال لهم ساعدونا اليوم ببناء دولة إسرائيل منساعدكم بكرة وقت يجي المسيح. لأنه عقيدة المسيحية الصهيونية ومعركة هرمجدون يعني حرب عالمية إلى حد ما تستعمل فيها القنبلة النووية. تهيك رونالد ريغن اللي هو زعيم كان عم بيقول أتضرع إلى الله لكي يعطيني القوة لكي أكبس على الزر النووي، هذا رونالد ريغن. وبالتالي النقطة الأساسية والمحورية بعقيدة المسيحية الصهيونية يريدون إبادة المسيحيين كل المسلمين وكل اليهود، وبيبقى منهم 114,000. إنما اللي صار الصهيونية اليهودية اليوم صدت المسيحية الصهيونية في مشروعها. الولايات المتحدة وتحديدا اليوم مدرسة باراك أوباما الرئيس الأمريكي، والمدرسة أقصد كل من هم فشلوا مشروع. خلينا نبسطها شوي على الناس، عم تتعقد الأمور أكثر كل ما عم نرجع لورا ونربطها بهذه الأمور يلي هي مش ورا، هي واقع. بس بدنا نبسط الأمور، ما بدنا يعني بدنا نبسطها أكثر. خلينا نبسطها أكثر بتبسيطها. كيف بدنا نبسطها؟ بدنا نطبقها على أرض الواقع، نشوف شو عم بيصير. شو عم بيصير هلا؟ كيف عم تطبق على أرض الواقع؟ بتبلش بلبنان. نعم. إذا بتتذكري وقت قدموا استقالة 11 وزير بشكل سلس صحيح بتاريخ لبنان ما صارت. أي متى صارت هاي؟ كان جلالة الملك عبد الله والرئيس باراك أوباما. إذا بتتذكر جلالة الملك كان عم بيتحكم بالولايات المتحدة، بس مين كان؟ كان دولة الرئيس سعد الحريري موجود. من اتخذ قرار بإسقاط دولة حكومة البرئاسة دولة، لأنه هيدي غلط التعبير الدستوري، حكومة مين أخذ القرار؟ ثلاث رؤساء، الرئيس أوباما، جلالة الملك عبد الله والرئيس السوري. اللي ضارب مشروع التقسيم لا يعني إنه هاي الحكومة تقسيم، ما كان فيها حزب الله، هي المقصود لفرملت أي اختراقات. إذا بتروحي على سوريا ولو بعد ما فتحتي لي الملف، بس هي لأن طلبتي إشي حسية تنبسطها للمشاهدين. هلا حلوها على سوريا، بس إنه عم تحكي كلام إنه أمريكا أوباما والملك عبد الله والسعودية وسوريا هي اللي أسقطت 100% أسقطوا مشروع التقسيم. يعني النقطة الأساسية الموضوع مش الأمصان السود يعني وحزب الله. ما هي الأمة، ما قلت لك قبل شوي، ما هي من أحداث 2008. إذا بتتذكري المشهد اللي تبين بسوريا بين الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد، الرئيس السوري وسماحة السيد صحيح. مش مزبوط سماحة السيد إيراني، لو كان إيراني ما بيمشي حد رئيسه، المرؤوس ما بيمشي حد رئيسه. خليني أعطيك الصورة شوي دقيقة جدا، يعني حتى الرئيس محمد خاتم اللي من إجا بزياراته على لبنان قال أنا ما بعطي أي أوامر لحزب الله. خلينا نكون واضحين، مزبوط بالفقه بولاية الفقيه طبعا ينتمي بالبعد الإيماني، إنما بالبعد السياسي تأكدي إنه حرب تموز، وأنا أتحدى بحرب تموز إيران وسوريا ما كانوا عارفين بتوقيت المعركة.
إذا بترجع على الأرشيف وأنت إعلامية كبيرة، عملنا معروف رجع على الأرشيف. طيب بس هون دكتور لو سمحت لنا عم بيصير شوية مزايدة بهذا الإطار، لأنه حزب الله بحد ذاته يعني ما عنده لا يخفي علاقته بإيران ولا يخفي أنه قديش إيران واقفة حده ودعمته وتلقي المساعدات وتلقي السلاح و و و و إعلاميتنا أنا بيقدر يكون إيراني. طيب يعني أنت بدأت تقصد أنه هو جزء من القرار وليس هو هو لا هو حليف إيران مأمور. معلش كثير دقيق الكلام بالعلم السياسي الدولية، النقطة بالعلاقات الدولية بتكون دقيقة. أنا لم أقل بأنه ليس لديه علاقة، إنما ليس تابع لإيران، يعني مش مرشد الثورة آية الله خامنئي بيقول له اليوم لو سمحت السيد على أثر ذكرى عاشوراء بده يلقي خطاب، أكيد خطاب صاخب مش ممكن، اوعى تفكر إنه هو بيبعث له إياهم بالفاكس بيقول له أنت هيك بدك تحكي. هيدا شوي استخفاف بالوضع ككل. النقطة الأساسية حزب الله لبناني ولبناني بالصميم. أصلاً أنا وقت طرح سماحة السيد المؤتمر التأسيسي أنا وقلت على إذاعة النور، قلت له وقتها ما كتير حبيتها، كأنه لبنان ليس مؤسس يعني ما تأسس. لا أنا قلت طلبت وقتها من سماحة السيد العودة إلى إعادة هيكلة، لأنه الحزب بال2009 عمل إعادة هيكلة لكل الوثيقة وركز لكل بنيته الإيديولوجية وركز على الديمقراطية التوافقية، وهيدي الكلمة ذاتها حتى الحزب والتيار الوطني الحر قبل بثلاث سنين بالتفاهم بال2006. وبالتالي اليوم الحزب ضنين باتفاق الطائف، هو يعلم بأنه المؤتمر التأسيسي يخلق التباسات، أنا أتوافق مع سعادة النائب لأنه ولكن كل واحد عم يحكيها من منظار مختلف. وبالتالي أنا عم بعطيك أمور دقيقة. بسوريا الرئيس أوباما بالضبط ما كان بده يضرب الرئيس السوري. النقطة الأساسية مشروع التقسيم كان بده إسقاط الرئيس السوري حيا أم ميتا. الرئيس أوباما ما بده، طلب النجدة من الرئيس بوتين من أول المعارك إنه وقف تم يسقطون المسيحية الصهيونية بال2012، لأنه هي بلشت القصة هي أيمتى على أثر قمة الجي 20 بال2012 تم تفويض الرئيس السوري بشكل غير معلن بالعلاقات الدولية ما بكتب من قبل الرئيسين أوباما وبوتين لدار تنظيم القاعدة بسوريا، والدليل أنه ما حركوا عليها أي ترسانات عسكرية. هلأ بنحكي من الملف السوري ولكن عم بعطيك حيثيات. مثلا ليش سوريا إسرائيل ضربت جبل قسيون بسوريا وليش عملت معركة العديسة بال2008؟ أنا عم بضطر أعطيهم هول مثلا لأنه بكررهم، لأنه هو إشي مش تكرار، هو دي مسلمات بالعديس إذا بتتذكري معركة صارت مع الجيش اللبناني مش مع حزب الله. لأنه بذات اللحظة بيقول الرئيس باراك أوباما كان جلالة الملك عبدالله والرئيس السوري على أرض مطار بلبنان، قال لهم استمعوا ماذا يريد جلالة الملك أن يقول، بمعنى كان رسالة لحزب الله. بترد إسرائيل يا رئيس أوباما لا تلعب في ملعبي، لبنان سوريا الأردن مصر ملعب إسرائيلي، مش معناتها البلدان إسرائيلية. أنا دقيق بالكلام، لا 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 طبعا واضح بالبعد الجيوسياسي واضح. ونفس الشيء بجبل قسون مبارحة، لأنه استشعرت إسرائيل إنه الثنائي الرئيسين أوباما وبوتين عم يعملوا صفقة على حسابها، أرصفت قسون تقول أنا هنا. ليش عم جيب سيرة إسرائيل هلأ؟ لأنه قلت أنا المسيحية الصهيونية عم بتفشل مشروع الصهيونية اليهودية عم بتفشل مشروع المسيحية الصهيونية. وبالتالي الرئيس أوباما ومدرسته نزل الجيش بتونس منعا لتقسيم تونس، نزل الجيش بمصر منعا لتقسيم مصر. لا يسقط العقيد معمر القذافي، أسقط لسبب وحيد، لأنه ليبيا اللي بيشوفها على الجغرافيا هي بتدق من تونس بمنطقة جبل الزاوية والزوارة، وبتدق من مصر ببنغازي بعدين تبرق. النقطة الأساسية إذا بدك تترك العقيد معمر القذافي طيب، وهو ينتمي للاتحاد الإفريقي أكثر من الجامعة العربية، وتنحى الرئيس حسني مبارك والرئيس زين العابدين بن علي كيرسي، يعني بيتحكم العقيد معمر القذافي بكامل المنطقة كلها. وبالتالي كان لابد من إسقاطه. النقطة الأساسية بالموضوع بسوريا الرئيس أوباما ترك العملية تأخذ مجراها بمعنى القوة العسكرية السورية الذاتية، لأنه أساسا لازم الكل يعرف أنه الروس ما عندهم مصلحة بسوريا مثل ما الكل يعتقد. كيف عنده المصلحة؟ لا لا هذا نقاش، إذا بتفتحي لي سوريا بنحكي قد ما بدك. هلا حنا عم نحكي فيه، عم نحكي فيه لأنه ما بقى عنا كمان بنجرب نختصر عملية الوقت.
ليه كيف الروس ما عندهم مصلحه بسوريا؟ شو كاريتاس الروس يعني؟ لا. انه عم بيساعدوا بيساعدوا وما عندهم مصلحه. يعني يقال اللي صار معروف انه 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 سوريا اللي هو اصلا كان معروف انه سوريا هي بوابه روسيا أبداً. على على المنطقه العربيه وعلى الشرق الاوسط وانه سوريا هي اللي فيها القاعده الروسيه ويعني هذا الكلام يلي يعني كلنا بنعرف هيدي القاعده قاعده يلا خبرنا اللي ما بنعرفه القاعده تموينيه ما لها اي معنى. روسيا فيني خلي الكل يعلم ببدايه الازمه كان الروس ما عندهم ثقه بالرئيس السوري، عم برجع كرر لم يكن لديهم ثقه بالثه، اوكي؟ مش معناتها عم بقصد الثقه على الصعيد الشخصي، نحن عم نحكي بالعلاقات الدوليه، لانه كانوا يعتبروا انه بيت الاسد عندهم علاقات مع الغرب كمان، وبالتالي النقطه هاي بالبدايه، اي متى روسيا حسيتيها قويت بسوريا؟ لما التحم منسوب المصالح بين الرئيس السوري والقيادة السورية مع روسيا. روسيا شو مصلحتها بسوريا؟ مصلحة واحدة فقط، غير قصة التطرف واللي بده يدق بمنطقة آسيا الوسطى واللي عم ينقال عنها كثير ومزبوطة هي، ولكن مش هذا السبب. روسيا مزعوجة من إسرائيل لأنه إسرائيل دقت لها بجورجيا ودقت لها بالمناطق اللي هي منطقة الجوار الكاريبي، هيك عملت هجوم على جورجيا وسيطرت على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية روسيا بال 2008. عم بتقلا لإسرائيل لأنه هيدا ملعب إسرائيل، قلت لك سوريا الأردن مصر لبنان، عم بتقلا ليكي إذا بتقرب علي هونيك أنا هون مش بس مقربة أنت ما فيك علي. رح لك شغلي ليه أهمية جبل قسيون، معك خبر بقلب قسيون في محطة رادار اسمها السيجما، أهم محطة رادار موجود اليوم مطرح ما قصفت إسرائيل. هاي الرسالة كانت لمحطة الرادار، هاي محطة الرادار بتقشع كل بيت بتركيا، تأكدي مش بس بسوريا. مين عملها هاي؟ على ايام الرئيس حافظ الاسد عملوها الروس، ولكن من فكك الاتحاد السوفيتي ما بقى معها امكانيات روسيه بتسلمها للجمهوريه الايرانيه. اي متى الجمهوريه الايرانيه رجعت لدتها للروس؟ امبارح بال 2010. وبالتالي روسيا لو كانت بدها تساعد الرئيس السوري منذ اللحظه الاولى، انا باكد لي مش كل نفق ولك كل انسان كيف طلع بالشجره من الحسكة للكمشلي لمنطقة، لأنه هي كانت الخطة اقتطاع إدلب وحلب. نعم. من أنت هي شو كانت الخطة بكل سوريا؟ تقسيمها لأربعة، دمشق حلب جبال العلويين جبل الدروز. كيف بدك تعمليها؟ تعملي اقتطاع حلب وإدلب بتدق بإقليم هتايلي والإسكندرون اللي صار اليوم مع تركيا. لما الجيش السوري سيطر على باب عمرو بقلب حمص خلصت المعركة بسوريا، بالمعنى استراتيجي عم بحكي، مش عم بحكي ميدانيا. ولا دولة بالعالم تقدر تتمدد يعني صار غير ممكن التقسيم مثل المربع اللي كانوا. وبالتالي روسيا النقطة ما عندها مصلحة، حتى سوريا دولة فقيرة ما فيها تدفع لها ثمن السلاح. وبالتالي الموضوع الأساسي الرئيس أوباما طلب من الرئيس الروسي وقف ما تخلي مشروع التقسيم ينجح من تونس إلى سوريا، لأنه هذا بيضر مصالح الولايات المتحدة. إسرائيل كمان هي النقطة الأساسية، إسرائيل لم تكن منزعجة من حراك بوتين بطريقة أو بأخرى، لأنه كمان إسرائيل متخوفة بالنهاية، اليهود شعب بخاف مثله مثل أي ناس، هن عارفين اليوم هن مش عم يستوعبوا الحراك اللي صار حوله، مش عم يعرفوا أي هون منيح وأي هون منه منيح، منا بهالبساطة. وبالتالي لا الأمريكان عندهم مصلحة بسوريا ولا الروس عندهم مصلحة بسوريا، الروس بهمهم منطقتهم والأمريكان بهمهم المصالح الكبرى. إنما بتقولي لي أمن إسرائيل، في فرق كتير بعيد ما بين أمن إسرائيل ومصلحة إسرائيل. الأمريكان ما بهمهم مصلحة إسرائيل، آخر هم عندهم ولبال مزعوجين منها أن كتير بيدفعوا لها تمويل، هن بهمهم أمن إسرائيل أكيد. وبالتالي هيدا الملف خلي الكل يعرف إنه الروس مش عم بكافحوا من أجل الرئيس السوري، هن عم بكافحوا اليوم، هن حاطين تحت ستار القانون الدولي. نعم. الرئيس بوتين اللي بعت رسالة للشعب الأمريكي إنه أنا أحمي اليوم القانون الدولي، امبارح مؤخرا على أثر هود الأسلحة الكيميائية. وبالتالي النقطة الأساسية والمحورية بالسياسة الدولية ما في عواطف، في مصالح. طيب. نقطة على الصفر. خلينا نشوف اليوم وين صارت، وين تقاطعت هذه المصالح بين الروس والأمريكان. خلينا نحدد وين صارت المسألة السورية اليوم. اليوم العمل على جنيف 2 يبدو عم يفشل شوي شوي، يعني بالنهاية بده يصير بس عم يتعسر. اليوم بنشهد انه الائتلاف امبارح عمل حكومته
الحكومة يلي هي اللي رح حكمها يكون سائد على المناطق يلي هي تحت سيطرة المعارضة. ونقطة ثالثة وأساسية ومهمة جدا 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 ما أعلنه الأكراد امبارح. الأكراد أعلنوا عملوا شبه انفصال، يعني عملوا إدارة، أعلنوا إدارة مدنية انتقالية، وربما هذا الأمر بيحضرهم لكردستان جديدة أو بيحضرهم لشيء ما في شمال سوريا. أول شيء ببلش من الآخر، يعني بالإذن من الأكراد لن يحصلوا على دولة كردستان، سوى اللي هن بالعراق بالرغم من قوة اليوم الرئيس مسعود برزاني، ولا بتركيا ولا بإيران ولا بسوريا. الأكراد فيهم يعملوا حكم ذاتي إيه؟ طب ما الرئيس السوري بشار الأسد، بس ما في، ما رح يكون في دولة أكيد لا، ومش بس مع أكيد، مع جزم لا. النقطة الأساسية إنه الأكراد في طبيعة الحال ما الرئيس السوري جنس 200,000 كردي بال 2002 وال 2004 الناس بتنسى. النقطة الأساسية الشيء اللي صار إنه الرئيس السوري يستفيد اليوم من المعارك اللي صارت بريف راس العين ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة، مع إنه لأن الأكراد هن يلي حاربوا، يعني مزبوط. يلي صدوا بهذا، هيدا أول نقطة. النقطة الحكومة الانتقالية، الحكومة الائتلاف يلي شكلها هودي ماشي، هودي بالبعد الأزم السوري ماشي هودي. هلأ ني الأهم، لي مؤتمر جنيف منه عم ينعقد، مش إنه فشل. كل ما الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والصين عم بيقشعوا إنه الجيش، وإسرائيل أيضا عم بيشوفوا إنه الجيش السوري عم يقدر يقضي على المسلحين الأجانب، كل ما رح يحاولوا يبعدوا الطرح السياسي فيخلصوا منهم، لأنه الوضع هلأ ني الموضوع وين الخطورة. يعني ما بقي دولة ما فلت تمحي بيسا وبعتتهم على سوريا. مزبوط يعني. مزبوط، ولكن يعني هي في واقع الأمر ما كان حدا متصور إنه الجيش السوري رح يصمد. والناس بيسألوا كيف صمد الرئيس السوري، صمد بعد لأنه أهم شيء بجيشه. يعني لا، هو أهم شغلة إنه الرئيس حافظ الأسد شيع العلويين والرئيس السوري سننهم. واحد، الناس لازم يعرفوا انه زوجة الرئيس السوري اسماء الاخرس بيا كان من ألد اعداء الرئيس حافظ الاسد. ولازم يعرفوا انه مرته زوجته للعميد ماهر الاسد اللي هي منال جدعان، كمان بيا توفيق جدعان من ألد اعداء كان الرئيس السوري. تخيل الشباب تجوزوا بنتين، والسيدة أسماء هي كانت بجي بي مورغان ببريطانيا. النقطة الثالثة، بيت الأسد ركبوا منظومة قوة لا ترتبط بالنظام، وهيدا أكبر خلل عملوه من يراقب. مفكرين بيت الأسد يعني النظام، شو يعني بيت الأسد شو يعني النظام؟ من بعد ما انتهت الحرب بلبنان معنا كتير وقت ركبت دولتين، لا هم مرتبطين ببعض، ركبت دولتين سوريتين بلبنان. دولة اسمها النظام الأمن السوري كان عندها ثلاث مهمات، وان في شاب من القوات بتمحوه، وان في شاب من العونية بتمحوه، وان في قرشان بتضبوه. بحكيك جاد، هيدي الدولة برات بيت الأسد. النقطة هيدي بيت الأسد بقلب سوريا عملوا مسلح، عملوا قوة ترتكز على مثلث من ثلاث أعمدة، الرئاسة، الجيش، المخابرات. عندما يتكلم الرئيس لا يستشير الجيش، وعندما يتحرك الجيش لا يستشير الرئيس. إنما اللي صار مع الرئيس خرق استخباراتي هائل وبيئة حاضنة أدت إلى إدخال هذا الكم من المسلحين. نقطة الرابعة بتماسك سوريا، بيت الأسد بيعتمدوا عسكريا، بيت الأسد بيعتمدوا عسكريا على مذهب شيء بسموه حية الكوبرا. حية الكوبرا هي من أذكى أنواع الحية، ما بتقضي على فريستها إذا بتحسها بدها تغرمشها، تضربها بالضرب القاضي. إذا بتتذكر ببداية الأحداث لما انكسف درعا ذات مشروع سياسي حكومي، ضرب بباب عمره، عملوا استفتاء، عملوا كذا مشروع سياسي، ما هديت اللعبة. لقيت حية الكوبرا انه المسلحين عددهم فوق العادة، الجيش السوري عديده منه كتير مثل ما الناس مفكرين، هو عديده بالواقع 550,000 بقصد شوفرية كاميونات وإلى ما هنالك، إنما القوة الضاربة هي 150,000 تقريبا. فوتوله من المسلحين الأجانب ومن السوريين اللي انتموا إلى فكر جبهة النصرة، يعني صاروا من المسلحين الأجانب كفكر يوازي القوة الضاربة السورية. وقف الجيش السوري أمام معضلة، أنا ما بقدر أتمدد على سوريا هالأرض ما بتخلص،
النقطة الأساسية، أهم نقطة، أضبط المدن اللي ما بتمنع تقسيم سوريا، ولمن بتركهم أنا تيروقوا ويتعبوا ويدخلوا ببعضهم بمعارك عسكرية، بلش أنا حرر ضيعة ورا التاني. وهيدا اللي اللعبة الذكية اللي لعبها الجيش السوري، لأنه الجيش السوري لو غلط وزت 3000 شاب بدرعة و 4000 شاب بدير الزور و 5000 كانوا فرمون شقفون كانوا تشقيف، هو شو عمل؟ قال لك تنزل واحد شيشاني أنا من بناية عم بقنص علي، حط البيت دبابة 72 نزل البناية وقتل 100 شاب مني. لا 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 ما بتمشي الحال، هيدي جماعة ما بصمد معهم أكثر من شهرين. التكتيك ما معروفين بيت الأسد بنفسهم الطويل، ونفسهم الطويل اللي نجحهم اللي خلوا داعش تعلق اليوم هي جبهة النصرة. هلا الناس مش عارفين ليه داعش علقانين مع جبهة النصرة. داعش لا تؤمن بأممية القاعدة، إنما تريد منطقة بلاد الشام، يعني مملكة إسرائيل بلاد الشام مساحتها، والقوميين السوريين ذات المساحة، يعني في ثلاثة بيتقتلوا على ذات الأرض، داعش والقوميين والإسرائيلية على ذات شقفة الأرض اللي هي بتمتد من النيل إلى الفرات. أما جبهة النصرة تريد الارتباط بأممية القاعدة، وهي تريد منظومة فيدرالية كونفدرالية بتتحول فيدرالية. هذا أيمن الظواهر. جبهة النصرة كانت أسكى من داعش، شو عملت بسوريا؟ ما تدخلت بالإدارة مثل ما غلطوا بالعراق، يعني ما فاتوا بس يعطوا نفة خدمات ما تدخل. أما داعش عملت دولة، يعني عملت أحكام عرفية تذبح تقتل. لأنه هلأني مثلا الناس مفكين أنه هول 10 شباب، إذا بتتذكري باليوتيوب مؤخرا أوصون الناس فكروا من جيش سوري الحر، مش مضبوط، في تقارير دولية ودقيقة، هودي 10 شباب تونسيين، هودي منتمين للسي اي اي. بتعرفوا شو كانوا عم يعملوا؟ ايه، محطوا على مخازن الأسلحة تبع جبهة النصرة وداعش علامات فوسفورية لحظة كانوا معتقدين القوات الأمريكية بدها تقصف بلحظة الأسلحة الكيميائية تقصف المخازن، فكمشتهم فتم إعدامهم. مش يعني العملية شائكة جدا، عملية معقدة جدا. اسمح لي قبل، لأنه كمان هيدي أمور بدها، لأنه إحنا انتهى وقتنا، قبل ما نختم أمور سريع جدا وجواب كتير سريع بموضوع إيران لحتى لي ما نمر على وما أخذ رأيك بهذا الموضوع. المفاوضات اللي صايرة ويلي وصلها ويلي زعلت كتير ناس ويلي عرقلت العلاقة الأمريكية السعودية نوعا ما، يعني بالنهاية كل الأمور كل المياه ترجع تجي على مجرها. موقف جون كيري للكونغرس مبارح بأنه خطأ أن تعيدوا تفرض عقوبات على إيران، علما أنه المفاوضات مش كتير كانت ناجحة وتم إرجاء 10 أيام لحتى يرجعوا يستعيدوا الموضوع من جديد. رح نوصل لنتيجة مع بين أمريكا وإيران؟ سيكون هناك نتيجة؟ يمكن لأنه أول مرة منحس عن جد جدية المفاوضات. لا، هي دائما هاي المفاوضات عم بتصير. في مفاوضات صارت ببغداد مؤخرا بنفس يعني نفس ونفس الشيء، بس هالمرة أكثر شيء بتلمس جديتها، يمكن لأنه في أزمة. بتقلك شو؟ لأنه هي القصة في أطراف بالنهاية بهمهم، يعني الولايات المتحدة ما بتنزعج أنه إيران تمتلك قنبلة ذرية. خلينا نوضح بالقلب هلأ، الروس بيرفضوا، إسرائيل ما بدها تنهي الملف، يعني بدها تضل تخلي إيران تبين أنه عم تعمل قنبلة ذرية، لأنه إسرائيل بتخاف من الولايات المتحدة إذا وقفت إيران ترجع ترتد عليها وتقيم منها الأسلحة النووية. إسرائيل ما بدها تنهي النزاع، بس ما بدها أنه إيران تمتلك. بموضوع المفاوضة، لأنه إسرائيل حطت الخطة الهجومية، خطت الخطة الهجومية كيف بدها تفوت بالكلاب، يعني أهم وحدة بإسرائيل كلاب حقيقية، بالكلاب في وحدة تجسس كلاب بحطوا عليها أجهزة تنصت مدربينهم للكلاب. هي في وجه وحدة بسموها شلداغ، هيدي هو بحددوا بنك الأهداف، هودي ناس مدنيين تيعطوا تعليمات للطائرات. شو بيعملوا على مفاعل نتانز؟ هاي الخطة الإسرائيلية، بينزلوا وحدات كوموندوس وبيكون في شاحنات ناطرتهم الموساد، هو الشاحنات بحملوا الكلاب مع أجهزة تنصت عليهم ومع عناصر الكوموندو، بيفوتوا بسرعة على الأنفاق وبيتركوا الكلاب وبيهربوا العناصر. بهالوقت الكلاب بيصيروا مدربينهم بمشياتهم يعطوا إشارات للطائرات والقاذفات الاستراتيجية. كانت هاي خطته، ولكن هيدا وهم، يعني لأنه إيران دولة قارة ما حدا في يقرب عليها، هي عندها من الأهمية الجيوبوليتيكية من الصعب أن يدخل عليها أي إنسان. بموضوع المفاوضات دائما الإيرانية عم بيقولوا الشراكة، المساهمة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفاوضة. شو يعني هالأربع كلمات؟ الشراكة، نحن يا غرب مستعدين نحن ننفتح مع العالم الخارجي بمشروعاتنا النووية لأغراض سلمية. المساهمة، نحن مستعدين نساهم ببناء عالم خالي من الأسلحة النووية.
الوكالة الدولية بيوثقوا هن بالوكالة الدولية لهيك هن بيوقعوا معها بروتوكولات إضافية، لأنه انتبهي الوكالة الدولية هي مش مدير، هي مجلس حكام للوكالة وعددهم 35. النقطة الأساسية بالمفاوضة هي أنه نحن مستعدين يا جماعة الخير عطول نحن نبين قدامكم على الشفافية أنه نحن ما عندنا أغراض عسكرية ببرنامجنا النووي. هي المحاولات دائما لضبط إيقاع الملف الإيراني، ولكن كل الدول مشكلتهم بهمهم ينتهي الملف على الآخر. يعني الولايات المتحدة بدها قنبلة ذرية تتخضع كل منظومة دول الخليج لإلها أمنيا، منظومة النوسلوس والزال. نعم. وإسرائيل ضايعة بين أنه ما بدها توقف الملف تما الولايات المتحدة ترتد عليها، وبالتالي هي عم بتحاول الدغدغ عطول المعادلة ولكن دون أن تصل إلى خواتي. روسيا بالمطلق لن تسمح لإيران أن تمتلك قنبلة ذرية. لهيك صار في خلاف كبير بين الروس والأمريكان على الوقود النووية، على الوقود النووي. بتستمر عملية التفاوض، بيضل كي تشوفي مد وجزر ومد وجزر إلى أن يقضي الله أمرا، لا إلى أنه يصير في تقاطعات دولية معينة تفترض أنه توضح صورة. تخيلي كاترين أشتون مثلا، أهم إنجاز بالنسبة لها والإيرانية بيحبوا يفاوضوا كاترين أشتون لأنه بيعتبروها كتير صادق. أهم إنجاز بالنسبة لها أنه قبلوا يحكوا بالملف النووي. طيب هاي خطوه خطوه، ما كان قبل في رفض. نحن للاسف يعني انتهى وقتنا، كان في كثير اشياء بعد نتابعها ونطرحها نحن وياك دكتور بيير عزان ان شاء الله بحلقات لاحقه. شرفتنا اليوم وسررنا بالتعرف عليك، عزيز علي كثير. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا، شكر كبير لكم ولمتابعتكم، والى اللقاء.